أنا لا فرق عندي ما بين الشيخ والساحر، هما الاثنين كيسحروا الشخص، الآخر كيسحر بطرق شعوذة وكيستعمل أشياء، والفقيه أو الشيخ هو يستعمل كلام ديني كيموه ديني عقل الإنسان. هذا هو الجواب سي عبدو على التساؤل ديالك، وشوف الإخوة حتى هما إلا عندهم شي فرق آخر ولا جواب آخر. أنا كنشوفها من هذا المنظور، فترة الصخات فكرة السحر عند العامة، فكرة الجين أنهم يسكنون الخلاء ويأكلون من الفضولات ديالنا، أنهم يسكنون المجاري، وهذه كلها أشياء نجدها في الدين الإسلامي، كلها في الدين الإسلامي تتكلم عن الجن والأرواح الشريرة والشياطين وفكرة الشيطان. كل هذه الأشياء هي الدين هو اللي رسخ لها، ما جاتش من فراغ. وهذه المسألة ماشي في الدين الإسلامي، كل الأديان عندها هذا المشكل، حتى في اليهودية حتى هما كيعتقدوا بهذا العالم ديال السحر والجن، والأصل الفكرة هي من الدين كما جاء في قصة التوراة، يعني سليمان والجن والمحارب، ونمشيو للهندوسية إلى شيفا، كلهم كيعتقدوا بهذا الاعتقاد، كلهم عندهم السحر، المصدر هما الأديان. تفضلوا الإخوة اللي عنده شيء آخر. هذا هو الأصل ديالك، علاش انتقدت قبيلة ملي كنتو كتهضرو على الرسم وداكشي، وقلت لك هذا ماشي العالم ديالك أخويا أكرم، حتى العالم ديالك هي هاد الجلسة الحلقة وفيديوهات وهدى الناشطة وشي حاجة من القاعة الخالية. تفضل أخويا أبو الرافي، ولا أنا كيخلعوني دوك الأسماء، أبو إسراء أبو لا تحية، شكرا لك. مسألة تطبيق الدين 100% راه مسألة مستحيلة، مع العلم أن القضية ديال الأبناك فيها إشكال فقهي، وحتى مسألة الربا ما يصطلع عليه بالربا الآن راه لا علاقة له بالربا في الفقه، هناك إشكالات كثيرة في هذا الباب، هذا فقهيا يعني عند الفقهاء ما يمكنش تلقوا الأحكام جزافا هكا في هذه المسائل. لكن فقط إجابة على السؤال اللي طرحتيه، قلت لك أن هاد الناس هادو تنستعملوا معهم خطاب ديني، هاد الخطاب الديني هو اللي تأثر فيهم، هو اللي تيقنعهم، تستعمل معه خطاب ديني معقلان، هاد الخطاب الديني المعقلان تستعمل فيه ذاك النص الذي يؤمن به هذا الشخص من أجل أن تقنعه بأن ذلك الفعل راه فعل، سواء نقول عليه فعل حرام أو فعل غير منطقي، فعل العقلاني، ذلك الإنسان ما عنده حتى مقدرة أنه يتحكم في الجين، وما إلى ذلك من خطاب تجعله يتراجع أو تجعلنا على الأقل ننقص من هذا الدجل، زائد يكون واحد تدخل مباشر للدولة في تقديم تعليم جيد في هذا اسمح لي غير باش نفهم شنو كدكول. دابا انت كتهضر على على العقل وعلى المنطق اللي هما كيتعارضوا كومبليتمون مع الخطاب الديني والجن وهادشي اللي كتقول. حنا الا بغيتي تهضر على الخطاب الديني، قلتي قبيله خطاب ديني معقلا، ما كايناش هادي، يقول خطاب ديني منوم مقبوله، كيفاش العقل والمنطق والجن؟ تفضل. خليه يحرك مدادخ، حرك اخويا مدادخك. اهلا ديالي يا اخي. فرقت هنا بين جوج حوايج، قلت ان المسائل الايمانيه تبقى مسائل ايمانيه، ما يمكنش ليك انك باش تبعد الانسان على هاد الشعوذة انك تستعمل معاه خطاب اللي هو خطاب ما غاديش يقبلو منك من الاساس. واحد الإنسان متدين لن يقبل منك خطابك من الأساس، إذن باش تحاور معاه لا بد تستعمل معاه خطاب ديني، ذاك الخطاب الذي يفهمه هو. هذا ما قلت، وهذا الشيء راه واش يمكن تخاطب إنسان لا يعرف إلا الدين وغادي للشعوذة، تجي انت تقول لي راه هذا الشيء راه ما كاينش، الله ديالكم راه غير
غير مشعوي الدين ديالكم راه فيه الشعوذه، واش غادي تقبل منك هذا الخطاب؟ لكن غادي تقبل، وغادي يقبل، غادي يقبل الا قلتي ليه مثلا لن يفلح الساحر حيث اتى، غادي تقبلها بطبيعه الحال لانه ما غاديش يبقى، ما غاديش صافي غير يسمع هذه الجمله لن يفلح الساحر حيث اتى، صافي ما غاديش يبقى يتجه للشعوذه. لا ماشي مساله جمله، ماشي مساله جمله استاذه، هي مساله خطاب، خطاب مبني على حجج. هذا الانسان يؤمن بالدين، تنستعمل مع هذه الحجج الدينيه التي يؤمن بها، فهو ملزم باتباعها، او ستصيبه تستعمل معه الترغيب وتستعمل معه الترهيب، فهذا هو النص. وهذا الشيء راه هو اللي كنديرو، ما جبتي لنا حتى شي فكره جديده، هذا الشيء هو اللي كنحاولوا كلنا نديرو، ان كنعطيو الحجج بحال كتهضر بحال شي حاجه نيو، بحال غتجيب لنا شي فكره جديده، هادشي هو اللي خدامين به، هو اللي كنعرفو. شنو هو المقصود من الكلام ديالك؟ خصنا نغيرو طريقة الخطاب وداكشي، بغينا نعرفوك علاش كتهضر، واش كيبان لك بأن الخطاب عندنا في هنا مع الإخوان وداكشي، واش الخطاب بان لك عيان ولا شي حاجة بحال هكا، ولا غير الرأي ديالك في كلشي؟ لا غير عباره عن راي في هذه المساله فقط، ان تنشوف بان الانسان المتدين او الانسان المسلم هو كائن موجود، واحد الانسان موجود. دابا كاين الخطاب، دابا كاين الخطاب وكاين طريقه القاء الخطاب، كيفاش كتوصل هذاك الخطاب؟ مثلا الا شدينا شي خطاب مثلا ديال مارتن لوثر كينغ، هذاك الخطاب ديال I've seen the lights in the hills of Pennsylvania، فعقلت هذاك الخطاب ديال مارتن لوثر كينغ 1964، داك اللي تيقول فيه I have a dream. قريت هذاك الكتاب وانا في المغرب، I have a dream ديال مارتن لوثر كينغ. دابا داك الخطاب الى عطيتيه لشي واحد اخر ما غاديش، الى عطيتي خطاب لهتلر مثلا كاع الناس اللي واعرين، فاش كتشد واحد الخطاب هو كاين الخطاب، ولكن خصك دير ليه الباكجين ديالك، خصك تحطو في واحد الوعاء اللي يكون لي يوصل، فهمتيني؟ نقدر نجي انا دابا ونقول لك شي حقائق اكسترا على الدين، ولكن نقولها بواحد الطريقه اللي انت ما غاديش تحس بالاهميه ديال هذاك الشيء اللي كنقول لك. علاش؟ حيت طريقه الخطاب ديالك، بحال مثلا الى شتي اوبا مثلا وقلتي لي اجي خرج واحد الانسان من الاسلام، هذاك الانسان غادي يجي للناس سي. إذن أنا يرى كاين الخطاب وكاين طريقة تعطي هذاك الخطاب للناس، كيفاش كتهو اللي كيأثر أكثر من الخطاب في حد ذاته. يعني كاين جوج الناس يقولوا نفس الحاجة، ولكن واحد فاش كيقولها واحد فيهم كيكون عندها مينين ربما توتالمون ديفيرون، يعني حيت ما كنفهموش غير بالمعنى، كنفهمو حتى بالجوارح والإحساس. I have a dream that one day هذا من الخطابات الواعي. غير اسمح لي بيان لير باش نقول لإخوة لقاؤنا او الحوار معكم كان مشيقا، غنعتذر او غنضطر انني نغادر. مشيقا ولا شيقا؟ مشيقا وما انت مشيقا ومشوقا. واش انت مسلم على الاستاذ؟ خليك تتعشى ابلاتي، يلا بدينا. لا هو مسلم وكيقول لنا ها كيفاش تنشروا الكفر. دابا هذا واحد النوع جديد ديال المسلمين،
المسلم اللي كيجيو كيعطيك نصائح كيفاش تشد واحد الانسان وتخرجو لا ميثود لا بليز افيكاس. ياك اسميتو بعدا اش كان سميتو؟ ابو شي تخربيقه عندو ابو شي تخربيقه. انا عرفت سميتو غيكون فيها ابو شي لعبه ابو رافع. ابو رافع تفكري حوايجك قوس ابو رافع من هبه ودا بيان ليف جات له رحبه سيري وبغى يعطس. عنده خطاب زوين اولا كيبان لي قريب من التنوير انه وينور الافكار ديالو لان انا كيبان لي خارج من داك الخطاب الديني السلفي وبغى يخلق واحد الخطاب جديد ولكن في اطار الدين. هاد الناس كنراه اننا كيتنوروا في يوم من الايام دريف ان شاء الله يا ايها الذين امنوا ما لكم لا تؤمنون دودوا على بيضة الاسلام كوكو الى العواشر درى العواشر اش نسميو هادي ديال رمضان العشر الاواخر عشر الاواخر لا العشر الاواخر كاينين شي جمل عندنا في المغربيه شي جمل غير باش زعما كتحل الثقافه اكثر واحد الجمله كتقال دائما حتى هي كدير ليا واحد كدير لك الاراره هذاك السيد ظريف كيعطب بالظرافه تصور الا كان الانسان ظريف بزاف يعني كيعطبك كيدير لك ديزابيليتي يا ما كتقدش تخرج مع العار وداكشي تقدرش تقول محمد كان ابن عاهر راه قريب يخرجوا الجنون ابي اللي قريب يخرجوا الجنون ما بقى والو راه مسلسلين المهم عندك الصوت مخرجش كتهضر عندك الصوت بحال شي ديره اوكي اوكي بان بحال كتحرك لانطير كيقول ليه دور على اليمن دابا لا هاد ليله القدر هادي دار غير باش يخلع الناس ويصحابوا بان القران شي خريه كبيره سمعتي ما تسمعوا ليله القدر وداكشي وكيخافوا تيقولوا ما كاينلاش نقلبوا فيها الاخطاء وداكشي غادي يكون شي كتاب واعر غادي نقول لكم شاشنا هو القران وهذه بشهاده علم الانسانيه هي اتفه كانت اتفه ولا جبتها من راسي مفعول مطلق تافه أتفه هذا أتفه ما كتب في تاريخ الإنسان شيء الروين أنا يضع عليه القرآن ومجد المليار ديال الحمير تابعينه الله العظيم إلى أتفه ما كتب وبيالي غير أبجع هو كله دموية يلا قرا لنا بصوت عبد الباسط إنا أنزلناه في ليلة القدر شحال هادي ما سمعناه ودابا إلهي ما تصبح بخير أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا وهادو كتلقاهم في القرآن بزاف كيكون واحد تجاوب وهذا الشيء كان كله في مكة أنه كان واحد تجاوب وكيحاول يلعب على العواطف ديال الإنسان من بواحد البوزيتيفنس بحال هذه ديال
فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر. إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الله الله الله. وباقي فيكم محمد أخي بيلي. وحدوه وحدوه. وهذيك ديال وإذا الموؤودة قتيلة بيا الليل، هذيك هي اللي واعرة، هذيك تتبدا تتخرج فيها النغانغ ديال البكا، الدموع تطيح. إذا الشمس كورت وإذا داكشي كله هضرة خاوية. ولكن عبد الباسط أنا كنت كنتخيل ديما كنتخيل الراس والمريح كيتصنت لعبد الباسط عبد الصمد هو والصحابة. كتب لي واحد السجلة ديال ايوا حيد لي هذاك الوجه ديالها وكتخشي الكاسيت. ايوا ايوا هذيك السجلة اللي كانت في الاول قبل من صوني. هذيك ايوا قديم عقلت عليها انايا في الستينات كانت عندنا. ايوا قلت عليها جبل وليد ابو رافي هرب. ها ابو رافي هرب أبو الخرا. أبو الخرا. عرفتي شنو هادي؟ راه مهزل. شتي هادشي اللي وقع في المغرب في العالم في رمضان ليلة القدر. أبو مرحب. أبو طاقاز. اليوم ليلة 27 ولكن ما عندناش داك الشيء. ماشي ليلة 27 راه غير العواشر. الاواخر العواشر. باقي شي يومين واقيلا 12 الاواخر خصك طونطي الله يتا بنادم كيفرح نهار العيد بالله فهمت ياكل لا كتقول الله لا هو دابا هذاك الدين خصك ديما تحاول تآمن به ماشي شي حاجه اللي كتدخلك. انا ديما كنت كنفطر بجوان. عرفتي فاش كتضرب داك الجوان قبل ما تاكل ما كتشرب ما والو كيكون الكوغ ديالك كيقلب على النوتريسيون كتخليه كتكيف قبل ما الفطور ناري. والله الا عقلت عليها كنت كنطلع في الدروج وكنشد في الحيط باش رمضان ديال المغاربة الربعة ونص كتمشي تجيب شي نص ربع كتدوز بها الفطور لو كتنزل مع العقبة. عرفت بيا اللي وقعت لي واحد القصة اليوم. دابا بنهار انا كندير شي فيديو ديالك كتكون سميتو كندير في ودنية وكنبقى خدامة. المهم واحد الوقيتة واحد الوقيته نسيت انني ما خدمتش البلوتوث. سمعت في الخدمه سمعت اوفازمون كان مع كان واحد كان واحد السيد ولكن بعيد عليا شويه ما خدمتش. انت في المغرب؟ انا في المغرب. مالي واش عز عليك محمد تسمع السيد ما خدمش معايا ولكن غير كان بعيد شويه اوفازمون ما كاين حتى شي واحد حداه. المهم فاش تلقات بالشات طلقت واحد الصويت ديالك وانا ضغيت دارك الموقف عرفتي هو يدور شافيا وهو يضحك عرفت حتى هو كيسمع ليك لا حبك شافيا هو يضحك عرفتي هو من الاسباع لا والله حتى بنادم كيعيق بالله والله الا بنادم كيعيق خدام بنادم كيعيق سي بون بيالير. دابا تنشوف التراويح عرفتي وكلشي مغمض عينيه وصل هذيك الايه ديال فلما قضى زيد بنا وتر وبنادم خشاع وتيبكي فلما قضى زيد منها وطرا
هاتي بنادم كل شيء بنادم شيء بسهل حيد حيد أنا حيد أنا دخل حيد فراسك تكون أكبر برانك في الإنسانية أكبر برانك في تاريخ البشرية يا بدي راه شكون هذا المقرئ الواعر مقرئين عشان مغاربة عشان على أصوات ولو عندهم ولا ما كان غير تصنيف ما كان هم الأولين المغاربة والجزائر وكذا ما كان شمال إفريقيا متصدرين حيلنا دك الله العظيم شكون قال وغادي نقول واحد النهار شكون اللي قال واحد ناريت واحد واحد كان عزيز على بيالير ولا وكان عزيز علينا كاملين علاش هادشي ما داروش جدودنا وجينا حنا لقينا القضيه مقاده وداكشي كله درسوا وقال خلاو حنا تاجا وقتنا حنا باش كون عبقينا مسلمين حسن الله العظيم تكون دابا عاطي التكواز ديال ما شاء الله زيرو تلقى دابا إلهيم مريح حط حدا واحد تيموما وكينقول لا لا كون لا 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 ولا بدا في الاخر فاش كيبغي الانسان يوصل لين داغيفي كيبدا وجهي وشي سورتو الناس اللي كابرين بالدين بحالنا حنا صعيبة تعيش حياتك وتعيش بها بدوك بدو فيزيون جوج ديال وتا وحده ما كتشبه الاخرى بالعكس ديالي غير بحال لك عندك دو في يا هو عندك دو في ولكن انت ما كتبينيفيسيش منها ربما كتاثر على الناس حداك وي ولكن انت بيرسونيلمون ما كتعيش تخيل دابا دوك الناس اللي كيعيش بفكر واحد وداك الشيء غادي وكيكبر في دماغه وكي كور لي فيرا وكيتقاد كيعيش به وكيموت نقول لكم واحد المثال مثلا كتلقى شي واحد مغني كيبقى يغني حتى ما كيبقاش يقد يغني فهمتي اي حاجه كيمتهنها في الحياه ديالو كيبقى يموت عليها حتى كيبغي حتى ما كيقدرش يديرها نورمال فاش كتجي عند المسلم كتلقى بنادم كيوصل واحد الوقت كيندم على اي حاجه دارها وخا يكون كيف ما بغى يكون تيقول لك احسن حاجه غنديرها دابا هي خصني نرجع للدين هذه مساله ما كيعيشوهاش بزاف ديال الناس نولينا دابا هو في الحقيقه ما خصناش دابا حنا كنعيشوا بحال كنحسوا براسنا اون مينوريتي فهمتي او انك تعيش في واحد العالم وداك العالم كله كيفكر بواحد الطريقه وانت كتختلف معاهم الحياة كانت غتكون زوينة كون عشتي معاهم ومتفق معاهم وعايش معاهم فهمتي هذا الشيء اللي درنا بحال خلق واحد الفراغمو بيناتنا بينك انتايا وبين المجتمع اللي كتعيش فيه رغم أنك ماشي في المغرب مثلا أنايا كاين واحد الإحساس بأن I'm secluded فهمتي أنا ما كنتاميش وهذا هو اللي كيخلق فينا هاد المعاناة وهذا هو اللي كيجمعنا هو واحد الألم واحد حيلة ما كتحسش براسك out of place يعني ماشي حيلة راسك ما محطوطش مقاد بين كتافك هنا وهذا كيخلق انا كنتعجب الناس اللي كيعيشوا في المغرب كيعيشوا مع واحد المجتمع بالمعايير ديال الغرب كتعيش في واحد المجتمع مقرقب مخدر مقرقب معايير حقوق الانسان اللي بغينا لا خصها تبان لك مقرقب حيت إلا شديتي مثلا واحد القبيلة كانوا كيجوعوا كي شهر كيعيشوا في الصحراء وعايشين في الخيام هذه هي لا رياليتي ديال الإسلام ودابا مع رمضان
لا غياليتي ديال رمضان هي شي ناس جد بدائيين متخلفين وداك الشيء لا حول لهم ولا قوة. كانوا كيمارسوا واحد طقوس وثنية وجينا احنا كأمة ربما كانوا 2000-3000 واحد وحنا من بعد 1400 عام جينا 40 مليون وزيد عليها 45 حدانا وواحد 16 عند تونس وليبيا واحد 25 واحد 90 عند مصر وبقى غادي. وكيبان لك بأن هاد الناس هادو كلهم شعب بدائي كيشوف فينا الغرب مش كيشوفوا فينا بهاد الطريقة كيشوفوا داك الفرق فهمتي ما بين الثقافات ديال الإنسانية كاملة حتى فاش كتدخل الصين والهند ولاتين أمريكا وإفريقيا كتلقى ديما كاين واحد شي حاجة اون كومان مع الإنسانية مع الغرب. فاش كتجي كتشوف المسلمين كتلقاهم ديما عندهم مشاكل ديما ما قادرينش ينسجموا مع الإنسانية. مثلا فاش كنشوفوا الصين مثلا ما كاينش شي عاصمة في العالم اللي ما فيهاش واحد تقريبا ما فيهاش واحد النكهة ديال الصين. مدينة ديال الصين بالقرمود ديالها بالماكلة ديالهم باللباس الكتبة كل شي داك الشي بحيلة كتشد واحد الشونتيون ديال الصين وكتحطو في باريس تحطو في لندن تحطو في ما مشيتي الميريكان فين ما مشيتي نيويورك فين ما مشيتي أي مدينة كبيرة في العالم كتلقى فيها. ومع ذلك على المستوى المدني ما كيديروش واحد الصداع ما كتلقاش هما اللي باينين في الثقافة ديالهم ما كتلقاش هما اللي بغاو يفرضوا الثقافة ديالهم فهمتي ما كتلقاش بأن كيبان لك الفرق ما بين طريقة الحياة ديالهم اللي كيكونوا ما عرفتي باري 11 شادينها كلها هذاك ال 11 مارون شادين كله داير الريستورون ديالهم وسكوتين كيقول لك ما كيهضرش خدام وباخر ما كيهضر ما كيدخلوا لك لا في حياتك لا حتى شي حاجه ما كيحبسوا الترامواي ما كيحبسوا مترو والو لا حتى على مستوى المعاملات ولا كولتور اللي كيتقاسموا واش كيتقاسموا اون بورسيون كبيره من لا كولتور مع الناس بحيلا كتقول دوك الناس عندهم هذاك الشيء عندهم بريفي وفاش كيتعامل معاك انسان عنده نفس الفلسفه نفس جاي يعيش وغادي وصافي وسالات عندكم تشاينا تاون تشاينا تاون واش فيها تشاينا تاون فين مشيتي كاينه تشاينا تاون فين ما مشيتي كتلقى تشاينا تاون. علاش كنقولوا كل باش نشوفوا بان راه ماشي بار كوانسيدونس ان احنا هما اللي كنخلقوا المشاكل في العالم. احنا بؤر ديال الصداع كانوا ديما عندنا في الشرق الاوسط لمده 50 سنه ومخدامين ماشي الشرق الاوسط شمال افريقيا ديما وجميع الانظمه ما كاينش واحد الاستقرار ما كاينش ما وصلوش لهذاك مستوى الديمقراطية والمستوى العلماني أن يكون عندهم واحد يكونوا واحد حيث كل شيء مديول الاستقرار ديال الأنظمة والشعوب. فاش كتجي كتلقينا باقي بنادم يعاني باقي الأنظمة تعاني ديما حاضية لا تكون على الأمريكان كيفكروا وقيلة غتنو الثورة ولا الإنجليز كيفكروا راه غادي تكون شي ثورة دخل أوروبا كاملة كيخافوا غادي تكون شي ثورة. باش كتجي عندنا العالم العربي الإسلامي ديما كاين فهمتي شي حاجة خاصها توقع إلى ما كانش ديما كاين ديك الميفيونس ما بين الشعب والنظام وهذا كله كيرجع لهذيك لاغادياسيون اللي كاينة في الدين فاش كتاخد معاه لاغادياسيون ديالو الغادياسيون ديالو هي ديك البيئه اللي جا منها الدين فهمتي ديما كتلقى كان واحد لا كاريكاتور شفتها ديال واحد المسلم بقعه بوحدو في الكره الارضيه
وشد واحد السيف كان عنده ولصقه في رجله، والسيف الاخر شده في يده وهو مضارب مع رجله. فهمتي؟ كتعبر على ان كاينه واحد الثقافه ديال العنف، وهذا الشيء معروف حيت الدين الاسلامي هو الدين اللي انتشر بالعنف from the get go، ماشي بقى حتى لواحد الوقت استعمل العنف كيف ما داو المسيحيه في الكروسيدز وداك الشيء، ولكن الدين هذا بدا البيلرز ديال لا فورس ديالو هو هو العنف. داك الشيء علاش كتشوف حنا الناس ديما عنيفين، دي كتشوف حتى من الناس اللي عندنا الأنظمة حنايا قبيلة كتعودوا على الحيوانات. كيفاش أنا كان عندي واحد الحولي جابوا الوالد شي جوج سيمانات، كان ساكن في واحد الدار كبيرة وفي جابوا الوالد واحد جوج سيمانات بقى معانا ولا صاحبي، عرفتي كنخرج للدار كندور نهانة كيبقى تابعني، كندخل للدار عندنا واحد البيت في واحد الماريو، كندخل انا الماريو دوك الماريوات اللي خلاونا فرنسا الله دوك الماريوات تقال وداك الشيء، كنحل داك الماريو كندخل فيه وهو كيمشي كيخرج من البيت وكيمشي للجهه الاخرى كيتسناني نخرج كيصحاب هذاك باب ماشي حدا شي كتشوف في اليوتيوب. وكان صاحبي مزيان، عرفتي شنو هو صاحب بوحدي من دون العائلة كاملة، بوحدي أنا اللي كيتبعني كي فين ما كنحتاجش نرابطو ولا شحال. ونهار فاش ذبحوه ما بقاش فيا، ما بقاش فيا نهائيا، ماشي إلا داتيها لشي واحد بحال مثلا بنتي، كان عندنا واحد المش حتي مات ليها المش، خصك تشوف كيفاش السيناريو تما واحد الدراما في شكال، فهمتي كتبكي وعطاتهم المش كانت مهرسه لي عجلو وشدوه I remember هذاك المشوي الفرمليه تا هي كتجاهيه وجهها كيبان بان فيها البكيه، فهمتي؟ وانا مريح كنتفرج بنتي شويه جابوا ليها المش ميت، وهي بعدا شدات المش وشدات لي الطراس ديال رجليه ما خلصت 80 دولار ولا شيء باش دير ليه الطراس ديال رجليه في واحد القبص بالسميه ديالو ولا داد ديالو. عندنا الا بان لك شي مش كتبان فيه شي بوطيه وكاينه دابا امتى كيبدا العنف؟ العنف انفوا كيبدا فاش كيبدا الجسد، فاش كيتضرب الجسد فاش يختنونا بمقص تيبدا العنف تما. هذيك كاينه غير ما كنعقلوش عليها صح، هو المشكل ديال هذا هو العقل ديالك. راه درته في البروفيل المش ديال الليل فين هو المش، هو درته في التصوير ديال البروفيل دخلوا خرج فريباشي واش هذا مش باينه هو هذا المش ديالي مسكين. Yeah, you kept it on your profile. كنت غادي الله فكرت فيها اليوم قلت غادي ندير المش في البروفايل. راه يقدر يدخلك الجنة بيا اللي على داك المش في خبارك. فراسك هذوك اللي كانوا كيتعشاو الطلبة كيتعشاو واحد المش كيدور حداهم ويتفضوا واحد الفقيه ويتكى على الدجاجه دايره في قبه شي يبقى كيضرب واحد 5 مينوت شعل الضوء وما يدوروا لقاو الدجاجه ما كايناش ويسول واحد قال لي فين هو الدجاجه، قال لي واقيلا داه المش ويجبد ليه المش، قال لي ها المش دابا واحد سرق الدجاجه الاخر عاقب القالب ديال المش طار على المش. إلى سعيدة إلهيم أحلام سعيدة مسكيناش بكم بونوي شكرا لك بصحة وراحة. إيوا بونوي أستاذ إلهيم للعشر الأواخر نعتكف باش نعتكف
عشر أواخر. دعي معنا بالهداية. خصني نعزكف عليها. أوكي. مزيان. يلا ليلة سعيدة مسكو. تحية لك أستاذ إيلون. والكل. صباح على خير أخي، صباح على خير. ليلة سعيدة. ودع معنا فد عواش تعب على إلهيم فد العواشر اسميته الأواخر العشر الأواخر من رمضان اللي كي تسكوا فيها الناس المتعلقين خطأ فادح والله العظيم بلاد الحياة خطأ. كيفاش دابا القرآن نزل في ليلة واحدة؟ القرآن كامل نزل في ليلة واحدة؟ اللي كينزل هو البزق، هو اللي كينزل. قال لك نزل كله في مرة واحدة وبدا كيخرج قال لك من الصدر ديالو. إنا فتحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهمت فاته وزاد رفعنا لأيه. لك ذكرك ولا ورفعنا لك ذكرك ذكرك مش مشكل في رواية مصرية كيقول لك ذكرك بحال ذكر فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله تمام مكت من جاء أبداش هذه الديو حيانا حياتنا دوزنا فضل إني ملاقي يا ربي وفي اللي يوم مال إني ملاقي يا ربي مالها أخويا مالها واحد البريكه غادي تسطي ديال امي ديما كتودر ليا كنلقها بسنسله بلاستيك بحال ديال مول الحانوت دير عليها شي ايه وبين اللي قرا عليها شي ايه قرا عليها شي ايه قرا عليها شي ايه شوفو كان ياك ما فاش حيتي حوايجك بدلتي حوايجك ياك ما قلتيش بسم الله ايوا راه ضروري خصك تقول بسم الله والحمد لله خصك دير الحصن خصك دير البروتيج راه في اخبارك والله الا داك ياسين العامري تيهضر معاهم بحال هكا وتيشوف دوك حالين فمهم بحال البقر وبنادم فهمتيني انت اسمع بس صاحبك شي كذب عليك والله الا تيهضر معاهم بحال هكا وبنادم تيضحك وتيقول لي واش كتقول الله شحال واحد كيبغي يحيد الحوايج ديالو بدلهم في الليل كيقول بسم الله يوشتي والنبي عليه الصلاه والسلام قال لك الله يلك كيعيني الصوت ديالو امين والله سمعت بالبولة بلاش كتقول بسم الله كتضرب عليه الفاير وول ما عنده منين يطل فاير وول الفاير وول الفاير وول بسم الله هولي شيت هولي فاكينغ شيت ما فرقش نعم عليكم كيف تهضروا للناس نجوا ويلي القرن 21 هذه انت باقي كتقول لي الجن ما كيعرف لا القرن 21 ولا القرن 28 الجن هو الجن ما
دارش الابديت زعما فهمت. وفي الليل عيطوا لبيا الليل بيا الليل قال لك الجن هو الجن ما تعرف لا قرن واحد وا جيبوا لي هذا الجن هذا نصد عليه دابا في القرعه ما انا نقول لك حي بالله حق راه الانفراروج والخري ما تحت البنفسجي وديك الهضره ديال والو باش نشد انا واحد اللعيبون نقجلها عنقه باش نقول لك حق لا راه العلم يشهد هذا العلم اللي ما يمشيش تبع الوحي ما عندي ما ندير به صافي وخلاص. واو 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 الميكرو باش كتهضر قول لي واو 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 قال لك العلم اللي كيتبعش الوحي ما عندي ما ندير به يعني توماس اديسون وهذا الشيء كامل اللي خدامين به وهذا يعني هاد لي بروسيسور اكسترا ما عنده ما يدير به وخصو العلم يجي من الوحي ويلي ويلي وات ذا فاك شي يخطب في الجامعات في الكمبيوتر اللي قال سكي ياخذ به الملايين قال لك يدخل 90 مليون مغربيه في العام يحيد الكمبيوتر ويحيد يوتيوب ويحيد داكشي كامل ظلمه تجبل عريان بيان سور باسكو هما ما كانش عندهم البرا ما كانوش كيخيطوا الحوايج يكون عريان وجالس تما كياكل حجر هذا هو العلم هذا هو العلم اللي مطابق للوحي هو هذا هو الشيء اللي كاين هما اللي بغا يعيش ثلاث حجرات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حجيرات حجيرات مش حجرات هي حجيره والله ما عارف بالله انا اول مره اسمع ثلاث حجيرات كتعرف حديث الاستجمار حديث الاستجمار لا خويا ما عارفوش ما عرفتيش كان هو غادي الصحاب قلب على حديث الاستجمار ثلاث حجيرات سري زيد زيد لينا ياسين هذاك قال في الجامعه ياك جلس في الجامعة وزيلات يا صاحبي تخيل معي الجامعة بركي حطب عليهم في الخوزة بيلات لا ما شفناش ولاش نقول لك شحال من حاجة فيك ما كنشوفوهاش نقول لك راه ما كايناش راه نوليو دراري صغار ودي الوعي واخا الوعي ديالك باش نعبروه بالليطر ولا بالكولوميت ولا ما واشتي وسد بيالير باش نعبروا الوعي باش نعبروا قال لك نعبروا بالكيلومتر ولا بالليطر يلا زيد معي خليه يكمل امين خليه يكمل ربي قال لك انه يراكم هذه اعطاها خصيصه للجن ما عندك كي دير لها دي من الله انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم باش تسد عليه الله عز وجل اعطاك مجموعه من الامور من بينها ان تذكر الله عز وجل بغيناش ندخلوا في التفاصيل ملي كيلا ضربتي 6 شهور في لاصال وكتولي داخل داركم وتحيد حوايجك وتوقف قدام المرايا وتقاد الى اخره هو شتي او كتقول بسم الله وزيد وانت جدك قاعد وقفت تبودر قدام المرايا شو زعما كتعبر محور التماثل واش لعيبه هكا سميتو ما علينا سير الله ندخلوا عاوتاني معايا بالضبط نتخاصموا مع صحاب الكرياتيين وصحاب الروز وداكشي ميغا ماس الكرياتيين الكرياتيين صحاب الطون والروز والبيض دير بحال بعضهم وهز لاحظتي ولا تيديروا بحال شي حلقه لاحظتي الاسلام ولا بلاص التي صنياك دوكا وقاس يضرب وما يديش لموت الحوايج ينشروا لا مزيان ضرب الحديد انا ولا كنتي كتضرب مثلا في الصدر 80 مزيان غير دير في بالك باللي راه المانطا ملي كتكون مغطي بها الله يغفر لينا المانطا اللي كتكون مغطي بها ماشي كتكون مطويه كيكون عندها واحد الوزن اللي كتحل الوزن ديالها تيتفلت يعني راه المانطا ما كتبقاش تسوى حتى ربعه ديال اللي كيقول لنا الصلاه خير من النوم واش درنا لك برا ديال الحديد غتهزها في داك الوقيته انا قلنا لك 250 درهم ولا جيم حتى هي وسميتو كانت شكي مشى مشى البنادم قال لي انت تهز 250 كيلو ما تقدرش تهز كاش زعما في الفجار شوف 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 دا ان دو تخوا وملي كتجي للمواعن ما كيبقى المهم اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلوا وسلموا صلوا فريم هايك بعد الصلاة الفريضة سبحان الله 33 الحمد لله 33 لا إله الله أكبر 33 ويقول كمالة المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير قال صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر محتاجين نغفرها ولا محتاجين نغفرها ويلي ويلي على ديك زبد البحر شحال هذه ما سمعتهاش تيقول لك غفرت ذنوبك ولو كانت ولا كانت مثل زبد البحر زبد البحر هو داك الكشكوشة هذاك الكشكوشة اللي كت ملقا هو حتى شي مثال غير الكشكوشة ديال البحر
كثيرة وما عرفش والله انا كانت ديما كتقززني اصلا هذه الفكره هذه كيف زعما كشكوشه ديال البحر دبر كل صلاه مفروضه قال النبي عليه الصلاه والسلام من حافظ على ايه الكرسي دبر كل صلاه مفروضه لم يمنعه من دبر الى الموت دبر 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 كل صلاه دبر كل دبر كل صلاه يعني اخر كل صلاه انا عاوتاني عاوتاني تدخل الجنه تايس تدخل الجنه ايه الكرسي ايت الكرسي و نسبه 100,000 مليار حاجه وانا نعطيك واحد الحديث كاع هو اظنه صحيح يعني من صلى علي 1000 من صلى يعني صلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم 1000 يعني كتبت له براءه من النار يعني غتصلي انت بحال دابا انت كافر ياك بقا تقول اللهم صليت وغادي تحاسب مع داك الله في الاخر صافي راه هذاك الشيء راه ما عنده حتى شي علاقه بالمنطق كاين عمله ديال الحسنات تفري في راسك عمله قال لك قنطار من الحسنات ماشي عمله زعما نقول لك المكيال الاوفى المكيال الاوفى المكيال الاوفى المكيال الاوفى 100 حبه وفي كل حبه وفي كل لا كاين صلاه المكيال الاوفى المهم راه كاين بزاف ديال التخربيق كتقول واحد الكود عرفتي بحال لاعب جي تي كدير واحد الكود طق 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 طقرق صافي كتولي انت هو احسن واحد في العالم ما كيقولش لك لا واش درتي شي واش فتي البشرية واش اخترعتي شي حاجة واش درتي شي حاجة مفيدة للناس لا خصك دير واحد الكود قالوا لك محمد وفراسك هذا البلان ديال هاد السعة ديال اللي كيحسبوا بها الحسنات فراسك من البلانات اللي خلوني نتساءل انا في الاول فبديت كنشك كنقول انت كيفاش سيدي ربي عاطينا عندك واحد قنطار ديال الحسنات 2 كيلو 4 كيلو كنت كنتخيل انا زعما الحسنات كيديرين مدورين مربعين صغيورين كيديرين كاياس كذا ما كيف حسينة صغيرة وحسينة كبيرة غليظة درات من الحسنات و فهمت ديما كنت خيلوا بحال هذاك الكافيار ولا حسنات مدينة بحال البيتكوين الدراري فهمت دخل الجنة في الليل الثاني اللي فيه بغيت كينعس إذا قال حين يمسي سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على وعدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقولها الإنسان وهو يستحضرها وكذا يقول لك إن قالها حين يمسي فمات من ليلته مات على الفطرة مات على الفطرة يعني مات مسلما دخل الجنة وإذا قالها حين يصبح صافي نبقاو نديروا ايوا حنا كنهضروا على الكود الكود واعطيك الكود ديال الجي تي الكود ديال اللي تبغي تعس بيا اللي في الليل ضرب هذا الكود هذا والله وهي خصو يصيفطو ليك فشي في الايميل فيريفاي يور كود اسلام حلوه والله لا سهل هذه القضيه دابا بالنسبه للصيام شنو سيقول القرآن كتب عليكم ماشي كتب عليكن ولاش دابا النساء بصح بصح النساء ما خصهمش والله الا واعر وعلى الذين يطيقون يقول لك عليكم لا يطيقون غادي يقول لك عليكم لا تعني عليكم وهذيك لا فين هي بيا اللي راه يقول لك لا ماشي هي يطيقون وماشي هي لا يطيقون هذه خص ساعه عنوان هذه كاع بوحدها دابا القران نزل على الرجال ما نزلش على النساء كاع الايات الخطاب على لا هما محسوبين شو ما بحال هاد الصان وهادي وهاد خويا ما محسوبين شو ما مداخلينش في الاخر تجنه كاين لي ريكومبونس ولا على الرجال ما كاينش للعيالات لا ما محسوبينش كانوا غير فهمتي المستوى ديال الائمه ديال ابري 2000 2010 ضعاف ولا المستوى ديالهم ضعيف بحال الائمه القدام هذوك ديال التسعينات هذوك كانوا مجهدين على تاع دابا
هادو هادو ولاو لايت هادو كيدخلوا لك داك الشعب الفن فهمتي هادوك راه كانوا هارد كور كيجيك نيجي باق كيفرقع عليك فوجك هادو كيبغيو يسكتوك فهمتي وي وي ويقولوا داك الشيء حنين فهمتي ويقشب معاك في الكيراتين كما قال خونا هذا فهمتي باش يشد معاك ستون لا باش لا كيراتين خاطرهم ماشي خاطرهم راه ما يقدروش الخطاب اخر كاين المنظمات دابا صانو كاين لا كنهضر لك على المستوى اللغوي المستوى الفكري والخطاب ديالو ضعيف لا فاتو كيف يلقن الفكره ضعيفه ماشي بحال ان حنا عشنا في التسعينات وداكشي كان الخطابات ديال الائمه احسن فهمتي احسن من هادو تاع دابا كانوا كانوا شويه ديريكت ولكن هادو ولا كيقلبوا على الباز الباز كيخرج واحد المسلسل عنده علاقه بالشيخات كيجي كيتكلم على الشيخات فهمتي هو لا فاهم انه القناه اليوتيوبيه ديالو خاصها تدخل العاقه وبانوا لي العاقه كتدخل مزيان فهمتيني كيبان لي واحد 4K دولز اتش ماونت داكشي ولا كيقول خصني نركب على الموجات انا يعني خصني نركب على الباز يعني اي حاجه كيتكلموا فيها المغاربه خصني ندير شي حاجه اللي غادي تقدر تدخل تجيب لي لي فيو وتجيب لي لي لايك وتجيب لي راه فهمتي دونك ولا خدام بهذه الطريقه ديال سي العمر اي تري انتيليجون ما تقولش لي بلي انه مسلم ماشي مسلم مربي هذيك الشطابه نقدر ربي كبر من اكسترا ولكن هو تري انتيليجون لا ماشي با انتيليجون هو ماليسيو لا بغيتي تقول وي ماليسيو يعني كيحاول انه يستغل هذاك المجتمع اللي فيه هو هذاك تكون عنده واحد الانتيليجونس كيفاش كيفاش كيجمع لي بنادم واش عقلتو على النهاري عقلتو على النهاري فاش كنتي فكاش فاش كنتي داير دوك الخطبات في الجمعه مقودين النهاري واش عقلتو على انا نفكركم سبع سبع قدم لي النهاري الله يرحم باك يحريني بالضحك سمع سمع دخله سمع سمع الله يحفظكم سمعوا سمعوا أما بعد فيا معاشر أحباب رسول الله خبر عاجل هذه رخطوة الجوع خبر عاجل أقلت باش ضرب راسه مع الحيط أنا ما عرفتش طيح هذا الكادر ريب 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 البيرو البيرو ديالو ريبو بحال جوني داب بغيت بغيت نقول لكم الاخوان هذا الانسان اللي تيهضر بهذه الطريقه وتيقول لك البنت مثلا ولات ملحده هذه الكلمه هذه بعدا ديال الالحاد راه كلمه خبيثه وخايبه ما خصناش نبقاو نقولوها يا رب بكل بساطه ما تتبقاش عندي الافكار لنفس الافكار اللي عندك ما تتبقاش عندي فقط لا غير اما ديك الشخصيه اللي تتهضروا عليها الاخوه تتهضروا على الشخصيه الشخصيه ديالي انا راه ما تتبدلش إذا كنت وضع حرارة مرة تنبقى وضع حرارة مثلا ولكن مثلا ملي تتغير لي الفكرة ديالي أرى تقدر تولي إنسان أرى تجمعنا الإنسانية الإخوان حياة رافيتها ما فيها والو صاحبي عرفتي بغيت نقول لكم واحد المسألة الإخوان بغيتكم كاملين عندنا واحد قناة ديال هذاك رشيد إلال ورشيد إلال الإخوان دير واحد رسالة إعلامية ضد التنوير هاد الرسالة الإعلامية ضد التنوير نشرها واحد جريدة الإخوان سميتها جريدة السبيل هاد الجريدة هي جريدة أسبوعية عندنا في المغرب ودير واحد عنوان كبير عنوان ضخم مكتوب فيه أنقيدوا المغاربة بإعدام المجرمين وكاتبين تحت في القصاص حياة أيها العقلاء وديرين واحد علامة تعجب ما عرفت كيفاش هاد المجلة سميتها مجلة السبيل وديرين الإخوان تصور ديال عصيد وديال رشيد إلال وتصويره ديال المسيح وعندنا واحد مفكر اخر داروا واحد اربعه تصاور تحت هذاك العنوان بمعنى ما احنا اليوم تنتسائلوا صح وهاد اللي بغيت نقول لكم الاخوان كاينين شي قنوات اللي خصنا نحتاطوا منهم وهاد القنوات كلهم قنوات اسلاميه قنوات ملتحية وقنوات لترجعونا إلى الوراء الإخوان صراحة
تنشوفوا اليوم هذه المجلة اللي سميتها مجلة مجلة أسبوعية مجلة السبيل اللي تنشر هذا العنوان الكبير، واش هاد الناس هادو ولاو مجرمين؟ واش هاد الناس هادو بغاو يقصيونا؟ ما فهمتش. تنتمنى انكم تضامنوا مع هاد الاخوان، صراحه انا متضامن معهم ودرت تعليقات للاخ راشد بلال في القناه ديالو، وتنضامنوا مع كل انسان تفكر ولا بعقلو الاخوان. رضا ولينا بعقلنا الاخوان، راه الدين تيكلخ، الدين راه تيخليك تولي انسان، تيخليك تولي تكون واحد انسان سكيزوفريني مع راسك، تتكون انسان منافق. حيت علاش؟ حيت انت ضد 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 الطبيعه البشريه ديالك اصاحبي. حنا راه والو صغير، خليونا نتبدلوا الاخوان، خليونا نتبدلوا. المهمه اللي عزيزه عليكم واللي عنده شي مهمه كبيره ولا باه كبير بلا ما يديرونجي بهاد الافكار الاخوان، هذوك الناس راه صافي ما غادي يديرونجي ولا حتى شي حاجه. اللي تيهمنا هما الوليدات اللي جايين، اللي تيهمنا هو المستقبل، اللي تيهمنا هو الانسان. تحيه لكم، تحيه الانسان اينما كان، تحيه للعقل.